بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي أبنائي وبناتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو أن تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة وأطيب الأوقات وأسعدها. فعشبتنا لهذا اليوم أصلها من آسيا، وانتشرت في كل بقاع العالم، وتوجد عندنا في المغرب بكثرة، فهي محبوبة عند الجميع كبارا وصغارا، وجميلة بأزهارها وأوراقها وثمارها. الغالب يعرفونها كغذاء، لكن هي عشبة مغذية وتدخل في كثير من العلاجات التقليدية. نحن اليوم مع العشبة 67 في السلسلة التعريفية بالأعشاب الطبية الموجودة في المغرب. هذه العشبة تسمى عندنا في المغرب المزاح. وقبل أن ننتقل إلى الشرح والتفصيل، أدعكم مع هذا الفاصل وسنعود بإذن الله تعالى. إذا رأيتم أن هذا الفيديو مفيد فشاركوه مع إخوانكم وأخواتكم لكي تعم الفائدة ويستفيد الجميع، ولكم الأجر والثواب والدال على الخير كفاعله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشبة المزاح أو شجرة المزاح هي شجيرة تزيينية يغرسها الناس في حدائقهم، لكن هذه السنين الأخيرة أصبحت تزرع وتباع ثمارها في الأسواق في جميع أنحاء العالم. هذه العشبة ليس لها اسم عربي موحد، ولم أجد اسمها في كتب الطب العربية القديمة، لكن يقولون لها البشملة والمشملة والأسكندية، ونقول لها نحن في المغرب المزاح. فهذا ما نبه إليه وأثبته العالم الطبيب المغربي عبد السلام بن محمد العلمي الحسني في كتابه ضياء النبراس في حل مفردات الأنطاكي بلغة فاس. هذا الطبيب المغربي كان طبيبا خاصا للملك الحسن الأول العلوي رحمه الله ولعائلته، ولازلنا نحن إلى حد الآن نقول له المزاح، ولا نعرفه إلا بهذا الاسم في المغرب. ومن منكم عنده اسم آخر غير هذه الأسماء التي ذكرت أو مذكور في أحد كتب الطب العربي القديمة، فليكتبه لنا في التعليقات ليعرفه الجميع وتعم الفائدة إن شاء الله تعالى، ولكم الشكر الجزيل. اسم هذه الشجرة بالفرنسية نيفليي، وهذا الاسم في الحقيقة يطلق على نوعين مختلفين تماما. النوع الأول اسمه بالفرنسية نيفليي دي جابون، يعني مشملة يابانية، مزاح ياباني. اسمه العلمي إيريوبوتريا جابونيكا، من عائلة الورديات روزاتشي. أما النوع الثاني فاسمه بالفرنسية نيفليي كوما، ويقال له أيضا نيفليي دالمان، يعني بشملة أو مزاح شائع، وكذلك الألماني. اسمه العلمي ماسبيروس جيرمانيكا، من عائلة الورديات أيضا روزاتشي. أما كلامي في هذا الفيديو فسيدور حول النوع الموجود عندنا في المغرب، نظرا لعنوان السلسلة التعريفية بالأعشاب الطبية الموجودة في المغرب، ألا وهو الصنف الأول المشملة المزاح الياباني. هذه العشبة هي واحدة من أولى الثمار التي تمت زراعتها في القارة الآسيوية. لقد نشأت في الصين وتم تجنيسها في اليابان منذ أكثر من 1000 عام، وتزرع اليوم في أجزاء كثيرة من العالم، في الصين واليابان وشمال الهند وفي حوض البحر الأبيض المتوسط والبرازيل والولايات المتحدة وأستراليا وجنوب إفريقيا. تحتوي ثمار وأوراق المشملة المزاح الياباني على البيكتين ألياف غذائية وفيتامين أ وفيتامين سي، ومركب من فيتامين بي مثل ثيامين والريبوفلامين والنياسين والبيريدوكسين وحمض الفوليك، مما يجعلها مفيدة جدا لصحة الإنسان. فهي كذلك مصدرا ممتازا للمعادن مثل الحديد والكالسيوم
والمنغنيز والبوتاسيوم والفوسفور والزنك والنحاس والسيلينيوم، ويحتوي كذلك على نسبة منخفضة من الكوليسترول والسعرات الحرارية، ويحتوي على أحماض دهنية أحادية غير مشبعة مثل أحماض أوميغا 3 الدهنية وأحماض الأوميغا 6 الدهنية. الأجزاء المستعملة من المشملة المزاح الياباني هي الثمار والأوراق. الثمار تؤكل نيئة أو مطبوخة، أما الأوراق فتقطع عرضية بعد غسلها وتنشيفها بمقاس 2 أو 3 سنتيمتر مربع، وتجفف في الظل ثم ترفع لوقت الحاجة. وكيفية استعمال الأوراق؟ تؤخذ من أوراق المشملة المزاح الياباني 10 غرام من الأوراق المجففة، توضع في إناء فارغ، يصب عليها 1 لتر ماء، تغلى 5 دقائق، تترك لترقد 10 دقائق، تصفى، ويستعمل منها 1 كأس بسعة 100 مليلتر بعد كل وجبة رئيسية، يعني 3 مرات في اليوم بعد الفطور وبعد الغداء وبعد العشاء. أما عن فوائد هذه العشبة، سأسرد عليكم منها 9 فوائد تخص الصحة البشرية. أولا، المشملة المزاح الياباني ينظم ضغط الدم، وذلك راجع إلى غناه بمادة البوتاسيوم الذي يعمل كموسع للأوعية الدموية ويخفض من ضغط الدم ويحمي صحة القلب. غالبا ما يعتبر البوتاسيوم منشطا للدماغ بسبب زيادة تدفق الدم إلى الشعيرات الدموية في الدماغ، مما يمكنه أن يحسن الإدراك. ثانيا، المشملة المزاح الياباني يقلل من خطر الإصابة بالسرطان لاحتوائه على مضادات الأكسدة الأيتريل والكوروسوليك اللذان يعملان على تحييد الجرور الحرة في الجسم التي يمكن أن تتسبب في تحور الخلايا السليمة، وبالتالي تؤدي إلى أمراض مزمنة منها السرطان. ثالثا، المشملة المزاح الياباني له تأثير كبير في علاج أمراض الجهاز التنفسي وضد الالتهابات، ويعالج به السعال والعطش والتهابات الشعب الهوائية المزمنة وكذلك الربو، ويطرد البلغم وينظف الرئة والمسالك التنفسية بشكل طبيعي. رابعا، المشملة المزاح الياباني يعزز المناعة، وذلك باحتوائه على كمية كبيرة من الفيتامين سي الذي يساعد على تحفيز الكريات البيضاء التي هي خط دفاع الجسم الأول ضد مسببات الأمراض، ويعمل فيتامين سي أيضا كمضاد للأكسدة للوقاية من الأمراض المزمنة. بالإضافة إلى ذلك، فيتامين سي ضروري لإنتاج الكولاجين الذي يعزز نمو الأنسجة وإصلاحها في جميع أنحاء الجسم. خامسا، المشملة المزاح الياباني يساعد على الهضم وفقدان الوزن لأنه غني بالبكتين، والبكتين هو نوع خاص من الألياف الغذائية، فهو مفيد للعبور والراحة المعوية بسبب مفعوله اللطيف الذي لا يسبب تهيج الغشاء المخاطي. فالألياف الغذائية بصفة عامة تساهم في انتظام حركة الأمعاء، فإذا كنت تعاني من الإمساك أو الإسهال أو التشنجات أو الانتفاخ أو مشاكل أخرى في الجهاز الهضمي، فإن الألياف الغذائية تمكن أن تخفف من هذا الالتهاب وتحسن صحة أمعائك. وتناول المزيد من الألياف يبقيك تحس بالشبع وممتلئا لفترة طويلة. سادسا، المشملة المزاح الياباني يحمي الدماغ، فمضادات الأكسدة القوية الموجودة في هذه العشبة تحارب الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة التي هي أحد الأسباب الرئيسية للضمور العصبي وفقدان الذاكرة. ففي عام 2010 صنف فريق صيني نبات المشملة المزاح الياباني في المرتبة الثانية من بين 56 عشبة تستخدم في الطب التقليدي لمحتواه من مضادات الأكسدة. سابعا،
المشملة المزاح الياباني يسيطر على مستوى الكوليسترول، فقد ربطت الأبحاث ارتباطا مباشرا بين المشملة المزاح الياباني وانخفاض مستويات الكوليسترول في الأشخاص الذين تناولوا الفاكهة وشاي أوراق المشملة المزاح الياباني بانتظام. ثامنا، المشملة المزاح الياباني يقوي العظام ويساهم في التخفيف من مشاكل هشاشة العظام. تاسعا وأخيرا، فالمشملة المزاح الياباني يساعد في علاج فقر الدم، فإذا كنت ترغب في تجنب فقر الدم وأعراضه المفاجئة فإن هذه العشبة يوجد فيها الحديد بتركيزات عالية مما قد يجعلها نافعة لخلايا الدم الحمراء، ويمكنها أن تسرع بالشفاء وزيادة الطاقة والحفاظ على عمل جميع أنظمة الذات بكامل طاقاتها. ويجب على كل واحد أراد أن يستعمل هذه العشبة فليستهلكها باعتدال، فكل شيء زاد على حده انقلب إلى ضده. وأخيرا، حذاري من استعمال بذور هذه العشبة، فإنها غير صالحة لا للأكل ولا للتداوي لأنها سامة. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو، وأشكركم على المشاهدة وتعليقاتكم الطيبة والمحفزة، وأرجو أن أكون قد أفدتكم ولو ببعض الشيء. ومن استفاد منكم فلا ينسى أن يشارك الفيديو مع إخوانه وأخواته حتى يستفيد الجميع وتعم الفائدة، ولكم الأجر والثواب، فالدال على الخير كفاعله. وإلى اللقاء بكم في فيديو جديد أو موضوع جديد أو عشبة جديدة، وإلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا.